بغر باشا، ندل على السلامة يا باشا. طالما في جثة يبقى أكيد في معلومة. الراجل ده باين عليه إنه تقيل قوي. أنا مش عايز أشتغل مع ظباط، عايز أشتغل مع فنانين. بكرة الصبح مش عايز أشوف وشك في الريزورت. أنا عارف إنك هتموت عليا، لكن بعينك أنا الهانم يا ابني. أنا أعمل اللي أنا عايزه وأنت زي الجزمة اللي في رجلي. اعملي هانم على أي حد إلا رشدي العزم. ومدير الريزورت ما ينفعش يضحك، ما ينفعش يشرب، ما ينفعش يحب. لا ينفع، ينفع قوي. عكس أنا أتمنى، بس مش هنا. كدب كدب. أنا ست محترمة، كل دوري إن أنا كنت مديرة أعمال المرحوم لا أكتر ولا أقل. لو سألوك عن حفلات إيه اوعى تجيب سيرتي، أنا ماليش علاقة، أنا مش هشيل حاجة لوحدي، أنت فاهم؟ أكيد طبعاً هنكر الكلام ده كله. تفتكروا مين اللي عمل كده؟ تفتكر أنت مين؟ الله أعلم، بس أكيد يعني مش أنا. داغر بيه بيقول إنه ممكن يقبض على الجاني بعد يومين، وإن شاء الله ده هيحصل. الشنطة فاضية. فاضية ازاي يعني؟ اسمعها بنت انت، قسما بالله لو ما قلتيش انت تعرفي ايه للبسك قضية قتل رشدي وتاخدي فيها اعدام، فاهمة ولا لا؟ انا عايزة المحامي بتاعي. لو حضرتك بتدور على حد تشيله الليلة وخلاص، يبقى انت في المكان غلط. انا مش هشيل شيلة حد. انا ما بشيلش حد زي ما انت فاكر. انا عايز القاتل، القاتل وبس. انا لو عايزة اسكنك ممكن اعمل ده في ثانية، بس أنا سايباكي تاكلي نفسك بنفسك. هدير، أنا عارفة رشدي بيمت إزاي، وعشان أكون صريحة معاكي أنا متخيل اللي حصل فيه بالظبط، وأكيد أنتي ورا الموضوع ده. ده أنتي بجحة بجاحة. من الآخر، رشدي قاسم كان بيتاجر في المخدرات. إياد قال كده، بس ما جابش سيرتك خالص. يعني إياد بيتهم رشدي بكده؟ مستحيل، مش ممكن. ليه مستحيل وليه مش ممكن؟ رشدي قاسم ما كانش بيحتاجني غير في حالتين، الله يرحمه لو كان عايز يتمنظر ولا حاجة، والحالة التانية يا باشا لو كنا خارجين برا القرية، وده ما كانش بيحصل كتير يا باشا. صدقني يا باشا أنا ما أعرفش حاجة. إيه ده؟ منقبة دي ولا محجبة دي ولا إيه دي؟ ولا منقبة ولا محجبة، ده القاتل زي ما بقولك. البضاعة دي اللي معاك بتاعت رشدي بيه الله يرحمه، اكبر واخر ديل عمله في حياته، يعني دي مش ليك ولا للست جهان. مش عارف اقدر اشكك فيك ليه. بص يا باشا، انا لحم كتافي من خير رشدي قاسم، اقتله ليه بقى وانا لا حورث فيه ولا هتجوز مراته مثلا؟ تقصد ايه يعني يا باشا؟ انا كده كده خسران من موته، شوف بقى سعادتك مين المستفيد. فاكر يا باشا لما هدير حكيت لك على موضوع البنت بتاعت الهاوس كيبنج وجوزها اللي اسمه طاري بتاع الامن ده؟ ايوه. طاري ده يا باشا طلع مسجل وكان محبوس قبل كده، واخد 5 سنين في قضيه بلطجه ونصب. الله، وازاي يشغلوا واد زي ده بتاع عام؟ معرفش، بس المهم انا نزلت وسالت عن الموضوع بتاع البنت دي، وان جوزها عرف حكايه ان رشدي قاسم اعتدى عليه، وراح قال لكذا عيل من زمايله واصحابه اللي كانوا بيعايروه بالموضوع ده، بس هو كمان قال لهم ان هو مش هيسيب حقه ولازم ياخد طار. بس في حاجه كمان يا باشا، لو تاخد بالك الواد ده يوم الجريمه كان هو اللي واقف على بوابه 6، وبوابه 6 دي يعتبر مفيش رجل عليها كتير، والسهل قوي انه ينفذ جريمته من غير ما حد يحس بيه. أنا بقول يعني لو ضغطنا على الواد ده شوية هيقر ويعترف على كل حاجة. سكت ليه؟ إيه رأيك؟ فكر. هتقولي الواد ده ومراته بكرة. Thank you.
منور يا دغدي. معلش بقى جينا لك من غير ميعاد، اصلك قافل التليفون بتاعك، فقلنا ما نتعبكش ونجي لك لحد عندك. لا بالعكس، منورين. تشربوا حاجه؟ لا لا ولا حاجه، هما سؤالين كده وهنمشي على طول. انت كنت فين ليله امبارح؟ كنت في الريزورت، خرجت بالليل اتمشيت شويه. وايه الاصابات اللي في وشك؟ ادي حد امبارح خبطني بعربيته، فبقول له خد بالك يعني، فشدينا مع بعض وبصراحه مسكنا في بعض. كان فين الكلام ده يا اد؟ في شارع النصر. وعربيتك الجيب فين؟ عادي تحت بيتي. وجهان ليه كان سايق العربيه بتاعتك؟ انا سبتها في الصحراء، يعني كنت مع ناس اجانب ورجعت معاهم، فقلت لها اعدي بقى، حطها لي في الممر وهعدي بالليل اخدها انا وصحابي. مش معنى جهاني يعني هي اللي تجيبها لك؟ مش خايف عليها يعني الست لوحدها برضه وتبقى في مكان زي ده؟ لا عادي، بس جهان عارفه المنطقه كويس، العرب اللي هناك عارفينها كويس، بعدين دي مش اول مره حضرتك ابعتها. ما رحتش جبتها انت ليه؟ ما كانش عندي وقت. جهان كان معاه شنطه، الشنطه دي فيها ايه؟ كانت فاضيه حضرتك. إمام فين؟ معرفش. وطارق بتاع الأمن اللي متجوز أمنية ده، تعرف عنه حاجة؟ يعني أعرفه يعني بس مش قوي يعني. أنت اللي معينه؟ لا أبدا، أنا جيت لقيته هنا. عارف إنه كان سوابق؟ سوابق؟ لا معرفش طبعا. أنا لو أعرف معلومة زي كده كنت مشيته. طيب عموما ما تبقاش تقفل تليفونك تاني، مش كل ما نعوزك هنجي لك لحد هنا. حاضر. دغربي هو حضرتك انا لحد امتى هفضل رايح جاي عنده؟ لحد ما نلاقي القاتل. سلام. خلي تليفونك في مكان فيه شبكه. يلا يا سربيه. اتفضل يا دغربي. وبعدين بقى ياسر؟ ده غير الواد ده ورا حكاية. قول لي انتوا جبتوا طارق ومراته ده؟ من بدري يا باشا حصل. سامي لسه بعت لي على الواتساب وقال لي انهم هناك. وإذن التفتيش بتاع محل إقامتهم أخباره إيه؟ كله خلص من الصبح، سامي راح النيابة وخلص القصة دي. طيب، أبقى أقول لك نتحرك إمتى. يلا بينا على الاسم. لسه مصر على الانكار يا طارق؟ يا باشا انا جبت لك من الاخر، صحيح انا بكره رشدي قاسم، وصحيح انا شوابي يا باشا. وما اضحكش عليك يا باشا، انا طرطشت كده بشويه كلام ما لهمش اي لازمه، ساعه شيطان يعني يا باشا، بس والله العظيم يا باشا انا ما قتلته. يا باشا ده انا اتفه واحقر من اللي انا قتل رشدي قاسم. انت تعرف ان بيتكم بيتفتش دلوقتي؟ بيتي انا؟ ليه يا بيه احنا عملنا ايه؟ ولا احنا عشان غلابه هتلبسوا لنا احنا؟ وانت قلقانه ليه؟ انت مش بتقولي انك في السليم؟ اللي مخوفك بقى؟ دي ما تفتحيش بقك الا ما يتوجه لك السؤال، سامعه؟ سامعه. عموما كلها دقايق وهنعرف الحقيقه.
تمام يا تاجر بيه. تمام يا سامي. الكرتونه دي بتاعتك؟ اه. طيب نشوف كده فيها ايه؟ ايه رأيك بقى؟ ادي الفلوس وادي الولاعة الدهب وادي أداة الجريمة. ايه؟ لسه مصر تنكر برضو؟ وبناء عليه يحول المتهم طارق عبد الباسط حسين رقم قومي كما هو مبين أدناه إلى النيابة العامة بتهمة قتل المجني عليه قاسم يوسف رشدي، وأغلق المحضر في إساعته وتاريخه. وبعد دقائق من دلوقتي أكون قدرت أوصل لفكرة الجريمة الكاملة. هبدأ حياة جديدة بفلوس كتير ومع الإنسان اللي حبيتها زي المجنون. كل تفصيلة مريت بيها بتعدي قدام عيني دلوقتي زي شريط السمس. رايح فين؟ حبيبتي احنا اتفقنا ان الاسئله من النوع ده ممنوع. يلا جيش. ايه موز؟ اتصلت بيا وهي في حالة صعبة أوي. أيوة يا داخل، عايزك تجيني دلوقتي. بقولك تعاليلي حالا. لا مش سكرانة، بس لازم تيجي. لا خلاص هقولك بعدين، يلا بسرعة. وحشتيني يا حبيبتي. بلا وحشتيني بلا زفت. انت لو كنت بتحبني كنت خلصتني منه. انت مش رئيس مباحث، بقولك بتاجر في المخدرات، عايز ايه تاني؟ ايه العبط ده؟ انا لو قبضت عليها تطلعي المول بلا حمص، وساعتها الحكومه هتتحفظ على فلوس واملاكه. بس خلاص انا مبقتش قادره استحمله. ده بيخني مع اي حد. عارف يعني ايه مع اي حد؟ انت بتحبيه ولا ايه؟ أحبه إيه بس؟ بس شكلي وبرستيجي قدام الكلاب بتوعه. أنا خلاص مش قادرة. عايزة أنتقم منه بأي طريقة. أنت لو كنت تقدري تخليه يكتب لك مبلغ كويس، وأنت تكتبي المبلغ ده لحد بتثقي فيه، ساعتها بقى أقبض لك عليه تاني يوم. خلاص رواية بقى. رواية بقى. كمان أدمنت كل حاجة هي بتحبها.
دخلت مكتب الصبح لقيت أمين الشرطة جايب لي ظرف مقفول. بفتحه لقيت سي دي وورقة صغيرة. ولما شغلت السي دي ده اكتشفت ان رشدي قاسم صورني انا ومراته وساب رقم تليفون غير رقم المعروف ونصحني انا كمان اكلمه من رقم مجهول. وفعلا اتصلت بيه وهددني انه هيكشف علاقتي بمراته وهيطلب محاكمتنا بتهمة الزنا لو ما ساعدتوش وامنت له دخول شحنة الهيروين للغردقة، وقال لي لو ساعدته هيطلع مراته وكمان هيديني مبلغ كويس. في الحقيقة الكلام ده ما كانش يطمن أبدا، وساعتها عرفت إن الراجل ده لازم يموت. الغريب إنه ما حكاش لمراته أي حاجة، أنا اللي بلغتها وقلت لها إني قررت أقتله، وهي بقى فرحت قوي بالقرار ده. اتصلت بيه على نفس الرقم وقلت له اني موافق بس لازم اقابله لوحدينا بشرط ما ابلغش اي حد عن المقابله دي، والا عليا وعلى اعدائي بقى. وفعلا راح مكتبه الساعه 1 بالظبط زي ما اتفقنا. دخلت القرية من نفس المكان اللي دايما بدخل منه، مكان معلوش حراسة وظهره للصحراء. دخلت لابس نقاب عشان محدش يقدر يشوفني، وتعمدت ان البس جزمة عالية عشان ابان اطول من طول الطبيعي واكون قريب في الطول من الناس بتشتغل كتير في القرية، يعني زي اياد مثلا. ما كنتش عارف وقتها مين اللي هيشيل القضية، بس عارف ان القضيه كده كده تحت ايدي وهقدر اتصرف فيها. كان خايف قوي لما دخلت عليها، ما اديتوش اي فرصه وتعمدت ان اضربه كذا ضربه في الاول وبسرعه ومش في مناطق موت. قلت عشان يعني لو لبستها لواحد زي اياد مثلا يبقى منطقي انه مش عارف هو بيعمل ايه، بس في لحظات كنت مخلص ولقيت سلسله المفاتيح بتاعته على المكتب وكان فيها مفتاح الخزنة. فتحتها لقيت فيها فلوس وولاعة ذهب كنت هحتاجهم قوي بعد كده لو حبيت أخلي الموضوع يقلب سرقة. وما نسيتش قبل ما أمشي أتصل على الموبايل التاني اللي بيكلمني منه. رجعت بيتي بعد ما تخلصت من النقاب ورميته في الصحراء. وخدت دش ولا كأني لي علاقة بأي حاجة، لحد ما جالي تليفون من ياسر بيبلغني بالحادثة. ألو، أيوة يا ياسر. لا لا مش نايم، كنت باخد دش بس. إيه؟ رشدي قاسم بتاع قرية رودي؟ طبعا أنا اللي كنت متفق إن هدير تكلم إياد وتخليه هو اللي يكتشف الحادثة. فعلا ما كنتش عارف لسه هشيلها.
ما كنتش أتخيل إني ممكن أقتل في يوم من الأيام، مع إني قتلت مجرمين وناس خارجة عن القانون قبل كده، لكن إني أقتل واحد كده عادي يعني مش ممكن. بس هو بقى اللي حطني في الموقف ده. أيوة أنا حبيتها دير، وكان نفسي تبقى بتاعتي، وكنت بتجنن إن هي بتنام جنبه في سرير واحد. أصعب تحدي ليا كان ياسر، لأنه كان ظابط ذكي، لكن اللي كان مطمني إنه كان بيثق فيا جدا، وأحياناً كتير كان بيلغي عقله علشان معتمد عليا. بس كان أصعب موقف هو موقف شنطة الهيروين. واتفقت مع هدير إنها تفهم إياد اللي بيحبها وبيموت فيها إن الحالة الوحيدة اللي تخليها تفكر فيه إنه يبقى راجل بجد ويقدر يخلص شنطة المخدرات ويجيبها لها قبل ما تقع في إيد أي حد تاني. أنا عارف إن الموضوع صعب عليك، بس لازم تعمل كده. البضاعة هيستلمها إمام وجيهان، ولما يتم الاستلام تظهر أنت تاخد الشنطة. الشنطة دي لو عرفت تجيبها لي يبقى أنت الراجل يستحقها دير. ساعات هيبقى معنا فلوس كتير قوي، وبعد كده هاخدك وسافر نبتدي حياة جديدة مع بعض. خلاص هتبدي عليا، انا هخلص الموضوع بصراحه. رحت وابتديت اراقب الموقف، وكنت مستني اللحظه المناسبه للتدخل. بصراحه انا كنت حاطط كذا خطه بحيث ان الشنطه تقع في ايدي ومن غير ما اي حد يعرف اني فعلا خدتها. تصرف شهاب وخروجها بالشنطة سهل المأمورية. وأول ما وصلت الاسم سلمتها لأمين الشرطة اللي دخلها. حافظ عليها يا ابني في مكتبي لحد ما جيلك. ساعتها قمت مسلك البضاعة. ياسر كان مستغرب قوي، ايه اللي ما خلانيش اروح؟ وايه حكاية الشنطة الفاضية؟ كانت علامة استفهام بالنسبة لي، بس طبعا ما شكش فيها لحظة. مين اللي يشيل القضية؟ مين؟ بالنسبة لي كان لازم واحد من التلاتة، يا إما إياد، يا إمام، يا الواد طارق بتاع الأمن. أكتر واحد كنت ميال إنه يشيلها إياد، ورحت زرته في مكان سكنه، وكان كل همي ان اقدر اسيب ولاعه رشدي قسم الذهب اللي انا خدتها من خزنته. كنت فاكر اني هقدر الاقي فرصه اني اسيب الولاعه في اي مكان واستغل حاله التوتر اللي كنت خالقها لاياد، لكن بصراحه ما عرفتش. اياد ما شالش عينه من عليا لحظه واحده وما ادانيش اي فرصه. وقتها رجعت افكر اكتر في طارق بتاع الامن اللي عرفت قصته من هدير،
ولما كشفت عنه لقيته مسجل. اتفقت مع هدير انها تروح سكن طارق ومراته اللي في الريزورت، هم عندي في القسم، تحط له اداه الجريمه والفلوس وكمان اللي ولعتها. ساعتها بقى طلبت من سامي انه يكشف عن المسجلين، ولقيت ان ده اسهل واحد اخليه يشيل الليله دي كلها. مش هيعرف يجيب محامي شاطر، ولو نشاط اجرام واعتداء رشدي على مراته ده مبرر كافي. ده غير بقى انه اسهل حد نقدر نحط له اداه الجريمه في بيته. الموضوع كان سهل قوي، بس اكبر مشكله واجهتني ساعتها هو ان ياسر ما كانش مقتنع ومش مصدق ان واحد يحط سكينه زي دي في بيته وهو ممكن يرميها في الصحراء مثلا. عشان كده كان لازم انفذ بجدي، وفعلا قدمت استقالتي بحجه ان جالي عقد عمل مغري في الخارج عن طريق واحد قريب ليا. أول ما توفي لي على الاستقالة طلعت أنا وهدير على المطار عدن، ورغم إن خطتي نجحت 100% لكن بصراحة أنا خايف وهي كمان خايفة. أنا خايفة منها ويمكن هي كمان خايفة مني، أو يمكن إحنا الاثنين خايفين من المستقبل.